مستمرة ثورتنا إن شاء الله. واليوم نستذكر شهدائنا اللي سقطوا بهذه الثورة المباركة، ونقول لكل السياسيين والأحزاب القمعية تحب تسمع لو ما تسمع، هذه الثورة بإذنك مدفع، اخطب بينا، كتل بينا، بردش ما بينا، تحش نطلع. بحت أصواتنا من أجل المطالبة بالحقوق، ولكن الحكومة لا تطلبها، لأن الحكومة فاسدة. يا يحقق لك المطالب، هي الحكومة فاسدة. خرجنا من أجل إنصاف الشعب العراقي والشعب البصري بالخصوص، الشعب المظلوم، ولكن لا حياة لمن تنادي. حكومة فاسدة ما جاءت تستجيب، ونقول لهم نحن مستمرون إلى آخر نفس في أعمارنا. لا يتحقق أي مطلب ما دام هناك سلاح مفلس في الشارع. لا تتحقق انتخابات، ولا يتحقق نظام سياسي، ولا يتحقق تكافل اجتماعي، ولا حقية، ولا أي شيء. حتى الدستور حاليا معطل، حتى الحياة معطلة، دوائر الدولة، التربية والتعليم، الفساد في 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 أبسط أمور الدولة. اليوم الأحزاب، السلطة الحاكمة، واجهت تشرين بالعديد من الأمور، من التسقيط والطعن والقمع وغيرها. فتشرين لم تحقق جميع أهدافها. تشرين ليس فترة، ليس بسنة أو سنتين، تشرين مستمرة، تشرين ستبقى خالدة إلى أن يحدث التغيير. ثورة تشرين انطلقت من أجل مبدأ واحد، وهو التغيير الجذري الشامل والكامل، وأهم شيء هو تغيير النظام السياسي. من غير المنطقي بصراحة أن نطالب من القاتل أن يحاسب القتلة، وليس من المنطقي أن نطالب من الفاسد أن يحاسب الفاسدين. اليوم احنا موجودين الا اسقاط الاحزاب واسقاط النظام، ها، واسقاط دور السفله، وهاي هسه ما شرى فرض الشوارع كله كلمه دكسورته، نفسيه الاحزاب ونفسيه الوجوه، احنا باقين ودم الشهداء ما راح نتنازع عنهم، ها، تنكتلوا لكتلوا لنا. التغيير الشامل لهذه الانظمه التي مرت على العراق من 2003 الى الان، انظمه محاصصاتيه مدفوعة من الداخل ومن الخارج بأجندة ما أنزل الله بها من سلطان. هي تظاهرة لصوت عراقي حر، تظاهرة لعراق خالي من الميليشيات، خالي من الفساد، خالي من رموز الدولة التي أدت بالدولة إلى هذه المرحلة من التهلكة في سوء الصحة، سوء التعليم، سوء المواصلات، الطرق، كل شيء عندنا احنا متهالك. لحد الآن مستمرين مطالبنا محاسبة القتلة وإسقاط النظام الفاسد ومحاسبة الميليشيات التي قتلت شباب البصرة. لحد الآن الواقع العراقي هو مزري، قتل، دمار، فشل، يعني البلد ضايع منتهي. لحد الآن ما رجعنا الوطن، احنا تشرين طلعنا نريد وطن، لحد الآن الوطن ما رجع. من يرجع الوطن نقول انتهى تشرين وتنتهي الاحتجاجات. طبعاً هذا اليوم خرجنا لاستذكار ثورة تشرين في 21 قبل سنتين، للمطالبة بحقوق المسلوبة، حقوق الشعب، حقوق الشباب، المطالبة بوطن منهوب مسلوب. فإحنا اليوم واقفين هنا بساحة الأحرار على مود حتى نوصل رسالتنا لكل العالم بأنه تشرين مستمرة وباقين على العهد نحو التغيير. واجهنا الموت بوحشية، بقمع من قوى الظلام، فكانت مطالب الشباب ومطالب الشعب بمحاكمة الفاسدين، فتح الملفات الموجودة لدى القضاء وهيئة النزاهة، ولكن نصبوا الدعاوى الكيدية ضد أبناؤنا. مسبقاً كانت أبناؤنا بساحات ونحن آباءهم خلفهم، والآن نحن معهم قلباً وقالباً، بل نحن السور ونحن حمايتهم ونموت من أجلهم. الشعار الرئيسي الذي رفعته الثورة يجدد اليوم هو إسقاط النظام. النظام أصبح عاجزاً عن إنتاج الإصلاح من داخل هذه المنظومة الفاسدة، وبالتالي فإن التغيير هو المطلب الأساسي. نحن مصممين ومصرين على المضي بمطالب تشرين
وعاش العراق والرحمة لشهداء العراق والشفاء العاجل للجرحى والنصر للثورة، ثورة تشرين المباركة. مطالبنا المطلب الأول والأخير عندنا والأهم هو إسقاط النظام بكل تحركاته بكل أحزابه، إسقاط نظام تغيير شامل. تشرين ولدت من أجل إسقاط النظام وليس المشاركة بالنظام. هذا النظام الدموي لا يعطى شرعية عن طريق الانتخابات. الأفضل لشباب تشرين وهو مقاطعة عملية سياسية، مقاطعة عملية سياسية ومقاطعة انتخابات. ثورة تشرين بداية انطلاقة الثورة هي ثورة الشعب المظلوم، ثورة الفئات المهمشة اللي طالبت بإسقاط المنظومة الكاملة، طالبت بإسقاط المنظومة من بعد 18 سنة من التهميش والاستضعاف وأكل حقوق الشعب والظلم والاستبداد والمحاصصة والعصابات والميليشيات والسلاح المنفلت. ثورة تشرين مثلت صوت الأحرار، صوت الوطنيين. ثورة تشرين خرجت لإسقاط المنظومة، ثورة تشرين لم تطالب بالاشتراك بالمنظومة. ثورة تشرين خالدة، ثورة تشرين تتمدد، ثورة تشرين باقية إلا بإزالة الطبقة السياسية الفاسدة اللي دمرت البلد. أما موضوع الانتخابات واللي مصرين على الانتخابات، طبعاً إحنا من المقاطعين للانتخابات. ما دامت الحكومة العراقية من 2003 لحد الآن تؤسست على أسس محاصصة وترافق سياسي، لا يكون هناك أعمار ولا بناء ولا تطور ولا هيبة العراق تنعاد إلا بإنهاء المحاصصة الحزبية والدرجات العليا وإزاحة الفاسدين المجرمين اللي دمروا البلد اللي ولاهم ليس للعراق. فهاي رسالة لهم، لن نشترك بهذه الانتخابات، هذه الانتخابات مزورة ومسيسة، وأصحاب الكتل لابد أن يكون هناك قانون لاجتثاث الأحزاب. هذا إحنا مطالبنا مركزية، مطالبنا أصبحت على مستوى بلد. تشرين هي الثورة الحقيقية التي طالبت من أجل المصلحة العامة، وهي من زلزلت الأرض تحت أقدام الطغاة وباقون، وستكون امتداد إلى الأجيال القادمة. وسشئتم أم أبيتم سنحاسبكم بدماء شهدائنا، اليوم أو بعد أو غدا سنحاسبكم. مهما طغيتم ومهما قمعتم وقتلكم لم ولن نتراجع حتى تحقيق مطالبنا. وعاش العراق. مستمرون في تظاهراتنا لحين التغيير الشامل، لا نطمح إلى التغيير الجزئي ولا نستمع إلى هذه الكتل الأحزاب بعد 18 سنة من الفساد والفشل وسرقة المال العام والقتل الجماعي. لذلك لا يعنينا ماذا تقدم هذه الأحزاب وماذا تقول هذه الكتل الأحزاب. مستمرون، وهؤلاء الشباب الآن اليوم في ساحة الحبوبي، هذه الساحة التي امتلأت بهم، يجددون العهد لكل الدماء العراقية التي سالت من أجل استرداد هذا الوطن من هذه الكتل الأحزاب.